بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان طبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم ودا إتزار. ودايما في دا إتزار بندق ناقوس الخطر، ويعني دائما ننذر كل من تسول نفسه بأعمال ما أنزل الله بها من سلطان، وهي ناقوس خطر لكل أنواع الدجل والشعوذة التي تحدث من المحيط إلى الخليج. ننفق ما يقرب من 150 مليار سنويا على أعمال تعد من الدجل بمكان. نبدأ معكم بالآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يغش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ونضع خط تحت كلمة قرين. تحدثنا في الحلقة الماضية ونكمل معكم التخيل، سحر العيون أو سحر الأعين أو سحر التخيل. اختلف البعض واختلف بعض الفقهاء واختلف بعض الدعاة، وإلى الآن هناك خلاف بين البعض يعني على سحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال البعض كيف لنبي أن يسحر، ولكن إن كان هناك خلاف على سحر النبي، فهل يمكن أن يكون هناك خلاف على سحر نبي الله موسى الذي ذكره القرآن وذكر كلمة محددة فأوجز في نفسه خيفة موسى، وأيضا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وهذه كلها مرادفات ومصطلحات من داخل القرآن الكريم. إذن ليس هناك خلاف على سحر سيدنا موسى. وما هو نوع السحر الذي سحر به سيدنا موسى وهو واقف في يوم الزينة؟ أشار ضيفي وضيفكم أنه كان سحر التخيل. دعوني في البداية أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب المعالج بالقرآن، وأيضا وهو خبير في هذا العالم الخفي، هذا العالم الذي يعني يمكن أن يكون very interesting أو شيق للبعض، ولكن مع هذا التشوق نحذر من الدخول في هذا العالم الخافي. دعوني أرحب مجددا بفضل الشيخ إبراهيم شهاب. أنا بيك فضل الشيخ. أهلا وسهلا، جزاك الله خيرا. حلوة إنه هو عالم شيق ولكن نحذر منه دي. طبعا جزاك الله خير على هذه المقدمة، وسعادتك ربنا منا عليك بفصحة اللسان في هذا المجال، منك مش شيخ يعني. بنتعلم منك فضل الشيخ. ربنا يحفظك. نحن نتعلم منك الكثير والله. ربنا يخليك. زهني يعني أبدأ حديثي أولا بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مشكورا حضرتك بتكمل الحلقة الماضية عن سحر التخيل وارتباطه بالقرين، وهذا كلام طيب. وحضرتك بدأت هذه الحلقة بتقول بعض من العلماء وبعض من الدعاة وبعض من الفقهاء أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أقول لسعادتك على مسؤولية الشخصية طبعا أن سحر النبي محمد لم ينكر سحر النبي محمد، بالفعل سحر النبي محمد ومكث في سحر 3 ليالي بلاليهن. سحر النبي محمد جلس فيه النبي محمد 3 أيام بلاليهن بالضبط. سحر النبي محمد، نعم سحر النبي محمد على شيء، على أي شيء؟ قال على مشط ونمشاط. طيب هل أجاز في سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أجاز السحر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، بس هل في جن دخل جسد المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ بلى، كلا، مستحيل. بالدليل أن النبي في هذا التوقيت كان يقيم الليل حتى تورم قدمه، وكان يصلي ويدعي ثم يدعي. وفي رواية قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وقال يا رسول الله ادعو الله لنا أن ينزل علينا الغيث، يعني المدينة جفت من المطر مفيش مطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سحره. إذا النبي محمد كان مسحور وكان يدعو الله عز وجل؟ نعم. النبي كان مسحور وكان يصلي؟ نعم. النبي كان مسحور وكان يقيم الليل؟ نعم. لو أن في النبي محمد جن، هل الجن يسيب النبي يصلي؟ هل الجن يسيب النبي يقوم الليل؟
مستحيل. ولكن في فرق ما بين وجود سحر وبين وجود جن داخل الجسد. طيب انتقل بقى من سحر النبي زي ما حضرتك اشرت، هنخرج الى سحر النبي موسى. صريح الله موسى سحر. وعلاقه القرين بسحر التخيل، وعلاقه القرين بسحر العيون تمام، او بسحر الاعين تمام. سيدنا موسى سحر ما سحرش؟ وفق القران في سوره طه قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخير اليه من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. خيفة موسى قلنا لا تخف. طيب لو أن سيدنا موسى لم يسحر، الإحبال والعصيان اللي شافها سيدنا موسى كانت إيه؟ طب سيدنا موسى خاف من إيه؟ لو هو ما سحرش ليه القرآن أثبت فأوجس في نفسه خيفة؟ رجع لورا سيدنا موسى خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. طيب سؤال تاني معلش، انا النهارده يعني انا بدي كده رموز معينه. اتفضل. اشارات ورسائل. هو سيدنا موسى هل دخل جواه جن حينما تلفظت الصحراء الأربعين ساحر كلمات من خلال هذه الكلمات سحرت اعين الناس؟ الاجابه لا. ازاي؟ امال سحر ازاي؟ ما هو مش هو الوحده اللي سحر او هو الوحده اللي سحرت عيناه، والقران دلل بذلك بالايه الكريمه سحروا أعين الناس يعني الذين كانوا حاضرين في يوم الزينة الذي جمعهم وحشرهم فرعون. يعني يا أخي الكريم أنت عاوز تقول لي إن سيدنا موسى تأثرت بالكلمات عيناه فأوجز في نفسه خيفة موسى؟ ما أنت عارف وأنا عارف إن هي مش كلمات، هي عبارة عن طلاسم يتم فيها استدعاء. أيوة أنت عارف مين؟ أنت اللي هتقول لنا مين؟ مين؟ هذه الطلاسم استدعاء مين؟ أقول حضرتك الجن. لا 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 عايز استدعاء القرين تمام. هتقول لي يا شيخ ابراهيم انا سايبك انت اللي تقولها دي. هتقول لي يعني ايه استدعاء؟ ما هو القرين كده معاك وانا استدعيه ليه؟ لا، في حاجه اسمها استدعاء القرين بالدليل. دليلنا القران، دليلنا القران ان سيدنا موسى تاثر برموز وطلاسم تتمتم بها الصحراء فخاف سيدنا موسى مما تحولت عينيه من الشيء الحقيقي الى شيء خيالي. طب هذا نبي الله فما بالك بالناس؟ احنا بنضرب مثل لمين؟ بباقي الناس. بنضرب مثل لمين؟ بسيدنا محمد وسيدنا موسى. طيب اخش لك بقى على سيدنا سليمان. قبل سيدنا سليمان ممكن اخد اماني؟ حاضر. مدام اماني مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مدام اماني، اهلا بيك. ممكن اسلم الشيخ؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام يا اختي كريم. اسعد الله من علمك. الله يعزك يا رب. لو سمحت فضيلة الشيخ، انا كذا مره يحصل حمل عندي وفقت وكده ما بيكملش، وتملي بحلم ان حد من اهلي اخواتي او حد قريب مني بي يعني في علاقه زي انا وجوزي بالظبط. تمام تمام. في معاشره. نعم. فهل ده حاجة خاصة مثلا ان انا في عندي حاجة او في حاجة؟ بص يا اختي كريم، لان انا كذا مرة يحصل عندي حمل وتملي بحلم بتعبين. طيب انا خليني بس اقف على كلمة حمل. هل الطب اثبت ان انت الرحم سليم ومخزون النبات سليم، مفيش اجسام مضادة، مفيش اي حاجة تخلي الحمل ما يكملش؟ لا، وقالوا ان فعلا في حاجة بتتعرف على الجنين كأنه كائن غريب عنها ما بتفضل تهاجمه وتفضل وراه لحد ما ينزل. طيب هو مسأل سؤال بس، هو الطبيب قال في حاجه غيبيه بتهاجم الجنين؟ لا، هي اجسام جهاز مناعه بس. جهاز مناعه. طيب انت خدت ادويه عشان توقف الهجوم بتاع جهاز المناعه؟ انا عندي ملت عندها 4 سنين من بعد جواز 10 سنين. تمام. بس برضو حصل بعديها على طول حمل وسقط وحمل وسقط، وقبليها اربع مرات. قبل هو السقط بينزل في الشهر الكام؟ قبل النبض ولا بعده؟ لا، 45 يوم. 45 يوم قبل النبض يعني. طيب الاحلام 50 يوم 45 يوم. طب الاحلام المعاشره الزوجيه نزول محارم بتحصل كتير؟ الاحلام المعاشره في الاحلام من ذو المحارم بتحصل كتير؟ معظمها ايوه. طيب انا حد من اخواتي بالظبط يعني. حد انا استاذنك تتواصلي معايا بس بعد الهوا، وهفهم منك كام سؤال ما ينفعش تقوله على الهوا، واقول لك الرد فيه ان شاء الله. بشكرك. حاضر.
مدام أماني شكرا لحضرتك، وتواصلي طبعا بعد الهوا يعني ستجد الرد. أكمل طيب لك بقى. نعود سيدنا إلى سيدنا سليمان. سيدنا أنا كنت بجيب لك إيه؟ تمام. شواهد ورموز وإشارات قبل أن ندخل في سحر التخيل. تمام. قبل ما نروح على القرين. قبل ما نروح على القرين. طيب ماشي. سيدنا سليمان الله عز وجل أعطاه القدرة لذاته هو ولنفسه هو إن هو شغل الجن. تمام. صح لا؟ ان هو يبني براج وسراج وهو خاطب ربنا وخاطب المولى عز وجل وقال له ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. انا كنت بعمل بث مباشر على صفحتي امبارح وسال السؤال ده. طيب يا شيخ ابراهيم انت بتتكلمش عن الجن وقدرات الجن والجن ممكن يعمل وجن ممكن يسوي كلام انت ماسك لنا في حته القرين ليه؟ السؤال ده عجبني جدا. بالظبط. ليه سؤال عجبني؟ لان المشاهد او اللي كان وكأنه بيسمعني وكأنه لا يوجد عالم جن يا شيخ ابراهيم. بس انا رديت رد قراني قلت لهم انا لا انكر الجن. الجن له قدرات خاصه قدرات ممكن يعمل حاجات كتير جدا وله قدرات معينه لا يتخطاها. وعايزين نعمل حلقه عندها. حاضر. الحلقه الجايه ان شاء الله لو تسمح لي يعني. توكلنا على الله. كان نعمل بروم عن قدرات الجن. خلاص. ولكن انا عندي راي ثاني. أن الجن اعترف على نفسه بذاته أنه لا يعلم الغيب. ممكن أقول لك أنا الآية؟ لو كنا نعلم الغيب ما مكثنا في العذاب المهين. حينما مات سيدنا سليمان وكان متكئ على عصاه وعلى كرسيه. حينما أكلت دبة الأرض أو يعني أكلت من سأته. أيوة. فاندفع في الأرض فقالوا لو كنا نعلم الغيب ما مكثنا في العذاب المهين في الآية الكريمة. يعني أنت عاوز تقول لي مع احترام قدرك أن القرآن أثبت بأن الجن لا يعلم الغيب؟ طبعا. صح؟ بس هو كان يعلم الغيب في فترة من الفترات. كان إيه اللي يحصل؟ يستبق. كان استبق السمع. سمع من السماء. كلام جنة؟ فلما نزل النبوة إيه اللي حصل؟ شهاب. شهاب الرصدة. صح لا؟ منع. هو اللي كان بيحصل كده كان الراهب أو الكاهن في قبل النبوة كانوا يعرفون خبر السماء حتى يقولون للناس ماذا سيحدث فينبهرون بما قالوا فيدفعوا لهم ايه ما يطلبون. ولكن الجن في سيدنا سليمان ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل زهاني تعرف؟ تخيل ان الجن عمال يشتغل ويطلع عينيه وسيدنا سليمان مات احد العلماء قال كان ميت بقاله شهور كده. وكان يعني بقول لك الدبه لما بتاكل في عصايا بتقعد ايام وشهور تفضل تاكل تفضيها من الداخل. مش يوم وليله. بالظبط. صح. معنى كده ان الجن كان عمال يشتغل ويسعى في الشغل بتاعه خوفا من سيدنا سليمان الذي هو توفاه الله امامهم وهم لا يعلمون. ولكن القرين اللي محور تاني خالص. القرين يخلي الانسان او الساحر يعرف كل حاجه عنك. بس مضت منين؟ وليس الحاضر. لا حضرتك كنت مرة ضربت لي مثل. أيوة. ان انا ممكن ابقى واقف مع عراف او كاهن او كاهن ويقول لي في جيبك ده في 1000 جنيه. تمام. وجيبك ده في مش عارف 100 جنيه. وجيبك ده في ورقة مكتوب فيها كذا. تمام. طب حقيقي ده بيحصل؟ طب بالفعل. بيعرف منين؟ بيعرف منين؟ جات لي حالة والحالة دي انا يعني ما استغربتش كلام انهم كانوا مبهورين قوي بالكلام اللي الراجل قاله لهم. والله شيخ احنا كنا ببيتنا والشيخ في الصعيد خد الاسم واسم الام وتاريخ الميلاد وبقال لهم اتصلوا بعد نص ساعه. بعد نص ساعه اتصل بيهم قال لهم اسمها كذا. ما قالوش اسمها ايه. اسمها كذا وهي ساكنه في المكان الفلاني واليوم الفلاني شربت عصير معين في المكان الفلاني بعد شربها العصير ده تم ايذائها. بالدليل حياتها اتغيرت. بالدليل ان في حسنه معينه في جوه جسمها في المكان الفلاني. ده استشهاد اقول لكم اللي انا عرفت منين. دي حاجه جديده. مش جديده. هو بيقول لهم بالاماره عندها حسنه في المكان الفلاني. دلائل عشان ينبهروا بكلامه. طب هو عرف منين؟ طب ده في بلد ودي في بلد. ايوه هنا بقى مربط الفرس زي ما بيقول. ايوه هو عرف منين؟ هو هنا حاجه اسمها استدعاء القرين. ما هو خد الادوات. الاسم واسم الام وتاريخ الميلاد او استكفي باسم واسم الام فقط. انا ليه بحذر من الناس لما تروح عند معالجين او يدعوا انهم معالجون اسمك ايه؟ اسم والدك ايه؟ تاريخ ميلادك ايه؟ وسيبني وانا ايه؟ هعالجك. وانا هتصرف. زي اللي بيطلع على الشريط. رد المطلقه في 24 ساعه. جايب الحبيب في 24 ساعه. يتصلوا اسمك ايه واسم امك ايه؟ الشيخ هتواصل معاك بعد نص ساعه. انت عندك سحر سفلي. انت عندك سحر ماكول. ليس هذا علاجهم بالقران. لو انه علاج بالقران
لمكثت الناس باكملها تقعد في البيوت تشغل التليفون تعالج الناس عن طريق التليفون. رد المطلقه وجلب الحبيب ما كانش حد غلب. صح ولا؟ وتاخير الانجاب انا ممكن اخلي خليك تخلف الشهر الجاي بدون علاج وبدون عمليات. ما كانش حد احتاج. انت سامعني لما بقول للاخت دلوقتي انت عندك مشكله طبيه بتخلي الاجنه تموت؟ انا عجبني واحد ده واحد عجبني ان انت كان اول سؤال من حضرتك واحد غيري على الهواء ومعالج بالقران يقول لها لا انت معموله ساحر على طول انت بتحلمي باحلام معاشره زوجيه ومنزول محارب اذا انت معاك جن عاشق والجن العاشق هو اللي بينزل الجنين عشان كده ده لا ابدا لازم تستوفي امور الطب لازم تستوفيها فعلا انت عندك مشاكل طبيه تمنعك من الانجاب عندي مشاكل هنا ما ينفعش الغي الطب انا هنا اقف مع الطب اساعدها مع الطب ماشي ولكن لو هي ما عندهاش اعذار طبيه الطب بيقول ان هي نورمال مخزون ميبا كويس مفيش بطانه مهاجره مفيش ورم ليفي مفيش اي اجسام مضاده مفيش جهاز مناعه كلام جميل من كده والطبيب يقول لها لا انت سليمه 100% مش محتاجه مني منشطات في ايام التبويض طب ممكن بعد اماني ناخد فاطمه حاضر فاطمه اتفضلي السلام عليكم يا فاطمه السلام عليكم اهلا بيك السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ ابراهيم ازي حضرتك يغفر الله لي ولك يا فندم والله كنت عايز اسالك عن حاجه كده هل الجن بيقدر ياجل الحمل انا بقالي 3 سنين متجوزه ورحت لدكاتره كتير الحقيقه ومفيش تمام ففي ناس قالوا لي يعني انت اكيد معمول لك سحر وكده ف طيب رحت برضو الشيخ قرا لي قران ومفيش فايده برضه طب انا هسالك سؤال معلش انت بتقولي لي هل الجن يقدر ان هو يمنع حمل؟ ايوه طيب انا هسال سؤال تاني هل انت استوفيتي امور الطب وقالوا ان انت سليمه كل الطب قال لي مفيش عندك اي موانع تمنع الحمل ولا الزوج ولا الزوج عنده اي حاجه بالك قد ايه متجوزه 90 كم 3 سنين طيب هل انت بتعرضي في احلام او قابيس معينه اوقات بيجي لك كوابيس طيب هل بيتم مشاكل بينك وبين الزوج في ايام التبويض؟ الاوقات مشاكل وما بيحصلش علاقه في الوقت ده. طب رحت للمعالج بالقران؟ رحت للمعالج بالقران واداني ميه بالقران شربتها طب كان تشخيصه ايه؟ تشخيصه كان ايه؟ تلخيصه هو قال لي انت معمول لك سحر تمام الو فاطمه انت لسه معانا؟ قالك انت معمول السحر. لسه معاك. طيب لما قرا عليكي ايات التي تخص السحر هل تاثرتي بشيء؟ لا. طب هو فعلا قرا عليكي الاول ولا سمعك رقية في التليفون؟ لا هو قرا عليا فعلا الرقية الشرعية وايات سحر كده وحاجات غريبة كده بس. طيب انا بيحصل معايا كوابيس معينة تفزعني من النوم؟ بتقولي حضرتك؟ كوابيس معينة بتفزعني من النوم؟ ايوه اوقات بقوم معك. طيب بصي يا اختي الكريمة مع احترام الذهن طبعا اتفضل ممكن بس تاخد رقم الكنترول وانا هكمل اسئلة معاكي عشان بس وقت الحلقة واستفهم منك كل حاجة في التليفون. طيب فاطمة هترجعي للشيخ ابراهيم بعد الحلقة ويعني هيبقى بينكم تواصل خاص حتى لو نضيع وقت الحلقة وبشكر حضرتك. لو الحالة زي كده نفترض حالة زي كده جات لي في المركز او رحت لمعالج بالقرآن بيشوف اراء الطب الاول ويكون لازم يكون عنده درايه في اقرات التحاليل وعن لا اسمح لي انا اسالك سؤال بقى حاضر الطب قال ان سليمة. كل حاجه سليمه زوج وزوجه تمام التمام مفيش اي مشاكل خالص تمام بس مفيش حمل تمام هي سالتك سؤال انا هعيده على حضرتك هل الجن هل يستطيع الجن ان هو ان يؤجل ويؤخر الحمل طب ما تيجي قالب السؤال بصيغه ثانيه اتفضل هل يستطيع القرين تاخير الانجاب انت كده جاوبت مش بتسال انا بسالك سؤال دي كده اجابه انا هعتبرها اجابه وليس سؤال هتعتبر اجابه؟ يبقى انا سالت وجاوبت بالظبط كده بس خلاص سالت وجاوبت طيب طب ليه انا ما قلتش الجن؟ ايوه هنا بقى السؤال حاضر. لماذا انت تنكر او انا لا أنكر. ترفض او أنا لا ترفض أنكر. خليني اقول ان انت بترفض كلمه ان الجن يعطل زواج بس او في هنا في اشكاليه أو بسيطه ولكن تقول ان القرين يمكن ان يؤجل رزقه ان يؤجل حمل ان يؤجل زواج انا عندي اشكاليه بسيطه اتفضل ممكن تسمعها مني تحت امرك ما الفرق بين الجن والقرين؟ هو وقبيله ما الاثنين جن انت قلت ايه بالظبط بس انا عندي اشكاليه يعني بسيطه قوي تمام هو القران برضو قال ان انا برفض علشان يعني حتى تكون حلقه تأصيليه يعني ربنا قال
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لا ترونهم. صح. لا إذن الاثنين قبيله واحده. طب انا ليه ما اقولش السحر وماده السحر بتخش جوه الجسد وماده السحر هي اللي بتاثر على عدم الانجاب ولازم نعمل حاجات معينه ومسك معين وزيت زيتون معين في الجسد في حته معينه عشان نمنع. ليه انا ما بقولش الكلام ده كله؟ انا ليه ما امسكش قوي في ماده السحر قوي؟ انت عارف ليه؟ عشان الناس تعبت. الناس بالفعل تعبت مش لاقيه مخرج، والمجال ده الوحيد اللي معلوش كنترول. بس عنده كنترول في حاجه واحده بس، اللي عنده تقوى الله. اللي عارف يعني ايه دين. ما دي الناس هتعرفها ازاي؟ بالتشخيص. بمعنى لو انا قلت لامراه على الهواء او غير الهواء هات المسك ودهنيه في الجسد رسول للمراه، دي جريمه. جريمه مسك، انا بسميها جريمه. مسك ويتم الاغتسال بيه؟ لا، يتم اغتسال بيه او تضعه في الجهاز التناسلي بتاع المراه عشان تنجب عشان معها جبن عاشق، دي جريمه في الجهاز التناسلي. دي جريمه يرفضها الطب ويرفضها القانون. طبعا كلام. ليه مسك ماده كاويه؟ ماده كاويه بالظبط. ليه ما اقولش للمراه والفتاه ادهني جسمك كله زيت زيتون ومسك؟ ليه؟ لانها جريمه. ولكن انا بمسك الاصل، محور الانسان ايه يا استاذ؟ عقله بالتاكيد، محور علم القران القرين. انت عايز تقول لي القرين لا يأتي بوسواس فحسب أبدا. الجن أم القرين هو الأصل؟ الجن؟ لا، القرين. طب ما القرين هو جن. لا، في فرق ما بين أن أتكلم عن الجن وقدرات الجن الذي هو مخلوق من خلق الله عز وجل، ولكن أنا أرفض دخوله داخل الجسد. أي جن؟ الجن. الجن بشكل عام. مش ربنا قال في القرآن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك؟ صح. لا، ده جن وموجود، والجن ثابت، والجن له قدرات، والجن فعلا في جن الغول وفي جن غدة في الصحراء، والجن الأمور الكمامة، والجن في أنواع من الجن رهيبة وقدرة غريب ومارد من الجن موجود. ولكن أنا بتكلم في حالة مرضية، حالة تقيم الليل، حالة تصلي، حالة تستغفر، حالة تصلي على النبي محمد، حالة تنسى القرآن ولا يرفض في بيتها إلا القرآن، القرآن شغال 24 ساعة 24 ساعة في بيت. الجن هيسكن فين؟ هيقعد فين؟ ولكن لما أعمل كل أمور الدينية الصحيحة وأتعرض لمشاكل بسيطة بيني وبين زوجي وخلافات تؤدي إلى الطلاق بدون أسباب، وإن تم الخلافات فهي خلافات بسيطة فتكبر ويتم الطلاق ونرجع بعد نندم احنا طلقنا ليه؟ وبعدين نصلي ونقرا القران. اقف هنا، حدثني عن القرين فحسب، ما تحدثنيش عن السحر. ايه اللي ربنا ذكره في سوره البقره؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اقول لك قصه بقى هنقفل بيها كل الابواب. اتفضل. وكل الالسنه. كل اذان صغير. من المعالجين ومن المرضى. كل اذان صغير. تمام. اتفضل. سحر النبي. سحر النبي. شفي النبي من سحره. شفي النبي من سحره. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرينه فأذاه. لا، محتاج توضيح. استنى بس. ومحتاج دليل. ما أنا هجيب لك الدليل. من السنة. اتفضل. تعرض النبي إلى قرينه فأذاه. سعادتك كنت بتعلم الناس على هواي الأطفال وبتعلم بنتك حبيبة إن النبي زمان خنق الشيطان في عمود المسجد حتى أنزل الشيطان لعابه على يد النبي محمد. أوضحها لك بقى بسهاسة أكتر. أنا عايز القرين. ما هو ده القرين. طيب اتفضل. النبي ذكر أهل العلم أن النبي شفي من سحره فتعرض إلى إذائه من قرينه. اللي حصل ان القرين النبي محمد كان يمشي في الطريق وكانه يرى نفسه امامه. يرى ايه؟ بيعاكس النبي يعني. بيعاكس ايه؟ النبي بشكله بهيئته بكيانه. ليس هذا كلامي انما كلام ابن حبان. ارجعوا الى كلام ابن حبان. ارجعوا الى كلام القرطبي. خلي بالك في مشاهد سينمائيه احنا عرضناها قبل كده بتسير في الاتجاه اللي حضرتك بتتكلم فيه في فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني. لا، اوضح لك المعلومه دي. لما كريم شاف نفسه واتخانقوا مع بعض. مش السنه، مش الدراما. اتفضل. كلام كده. هل النبي كان له شيطان؟ ابدا. بس أبداً. هو قال لسيده عائشه في يوم من الايام هل اصابك شيطانك؟ استنى بس عليا. اذا ده دليل ان كل انسان له شيطان. لا استنى. انا بس هل النبي له شيطان؟ ابدا. بدليل
كان النبي في صغر سني شق الله قلبه فنزع وسوسة الشيطان من قلب النبي، كنا تعلمنا ذلك واحنا صغار صح ولا؟ ولكن النبي محمد كان يوضح بأن القرين فئة من فئة الشياطين، فعكس النبي محمد فأنزل لعاب الشيطان على يد النبي محمد وقال لولا تذكرت دعوة أخي سليمان ها اللي هي ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هنا إثبات قوي بأن القرين يأذي الإنسان حتى لو شفي من سحري، حتى لو شفي من سحري من سحري. امال انت هنا بقى رساله للمعالجين، امال انتوا بتعالجوا ايه؟ بس هو اللي عايز اقوله اه، المعالجين لما بيقراوا قران على المريض ومن النوادر الاول لما بلاقي المعالج بيقرا على مريض كان كده بيقولوا دايما ماده السحر ماده السحر ماده السحر. لو انك تعالج ماده السحر جوه الجسد طب ما تعالج القرين بقى اللي هو هيعود تاني، لان المريض هيرجع يشتكي تاني ان هو رجعت نفس الاعراض اللي شفيها منها قبل كده. أوضح أو أترجم. ترجم. أنت عايز تقول لي أن المحور الرئيسي هو القرين؟ هو القرين. وأنت لما بتحب أن أنت تنهي سحر لابد أن يتم أيضا علاج للقرين؟ يعني إيه علاج للقرين بقى؟ أوضح لك بالضبط كده، أوضح لي. علاج القرين هو أن القرين يرجع لأصله في صدر ابن آدم. هو من تشيت جات لك رسالة على الصفحة ده إتزار بيقولوا لك إن إحنا بنشوف نبض أو بنحس بنبض كنبض الجنين بيتحرك في الأورام الشرعية وكأنها كرة تتحرك داخل الجسم. طب ده جن؟ البعض هيقول لك ده جن. فين الدليل؟ أنا عاوز اللي يقول لي إن ده جن يقول لي الدليل. طب لو مش ده جن البين على من ادعى واليمين على من أنكر. لو ده مش جن يا فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب أمال ده يكون إيه؟ قرين. قرين. ما هو القرين جن. والقرين بيدخل جسد الإنسان، بل هو جوه جسد الإنسان بالفعل. الله عز وجل لما ذكره في سورة الصفات قال قائل منهم إني كان لي قرين. السيدة عائشة في السنة قال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عائشة أصابك شيطانك. مش الشيطان، شيطانك. أنا عاوز أقول اللغة العربية هنا فين؟ تخصيص. حلو؟ تخصيص. أصابك شيطانك. فقالت يا رسول الله أنا السيدة عائشة أنا زوجة النبي وبنت الصديق أولي شيطان؟ قال والذي نفسي محمدا بيده ما تولد فيكم ابن آدم إلا وتولد له قرين مثله من الجن. مثله ليه النبي قال مثله؟ تعرض النبي على أنه رأى نفسه مثله أمامه مثله من الجن. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه. طب أقف عند الكلمة دي أعزك الله. لو أن القرين لا يأتي بإزاء هل النبي محمد تتلفظ بقول أعانني علي فلا يأمرني إلا بخير؟ ما هو هنا ربنا أعانه على قرينه، القرين اللي هو بيوسوس له السوء دايما ويأمره بسوء، مع أن النبي معه الشيطان بس يتعرض قرينه لإزاء النبي محمد بفعل أذى النبي محمد فيه هو أنه تخيل نفسه أمامه. مش ده إزاء؟ إزاء نفسي زي اللي بيسمع هواجس سمعية وهواجس بصرية بيسمع ما لا يسمعه أحد ويرى ما لا يراه أحد ويقول لك ده ملبوس بجن. فين الدليل يا أخي ملبوس بجن؟ يعني ده مرض نفسي وارد. يعني ممكن مرض نفسي إلى الهلاوس السمعية والبصرية دي ممكن البعض يفسرها على انها ده جن وبيعمل كده. لا طب ما هو ممكن يكون قرين ادى الى وسواس في اذني. هل ارحل دكتور نفسي؟ انا ممكن ارحله في حاله واحده بس، لو ما كانش عندي الاثبات القوي ان القرين هو اللي بيعمل كده. طب انا عندي الاثبات القوي ان القرين بيعمل كده. لا امشي معايا واحده واحده وناخد بالاسباب واحده واحده وبالقراءات المعينه واحده واحده واسال الله ان يمن عليك بالشفاء. يا اخي بعض العلم قالوا ايه؟ تعالوا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح، فتح بالعلم. سؤال على الصفحة. اتفضل. انا يعني بيحصل لي احلام مزعجة شوية احيانا، ممكن سناني تخبط في بعضها وانا نايم. تمام. لما بقرا سورة الصفات اوقاف بحس ان انا بتتاوب كثيرا. تمام. ده معناه ايه؟ هنا التتاوب ده اما ياتي من عين واما ياتي من مس. وارد يكون سحر بس ما اعرفش. بس تساؤب الكثير اثناء سماع الرقى الشرعيه او قراءه المعوذتين دايما او قراءه الصفات والقاف دايما ممكن يكون اما مس بالقرين وممكن يكون اما عين. وارد. ممكن تكون عين. ممكن.
خلي في علمك في حلقه هنعملها او احنا في شعبان ان شاء الله رب العالمين هنفصل فيها ما بين اعراض العين واعراض الحسد والفرق بين العين والحسد. في ناس كتير بتخلط تقول لك يعني ده محسود ده اخد عين، الاثنين بالنسبه لهم سيان. انت سالتيني سؤال قبل الهوى شيخ ابراهيم، انت المره فاتت كلتني كده في الحلقه القديمه اللي فاتت وقلت لي ايه؟ ان احنا عاوزين انت بتفصل لي بتقول لي ان سحر التخيل على فكره صلاه يخرج من سحر من سحر التفريق. اللي جاب التفريق للتخيل ده التفريق ده اللي هو ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه في سوره البقره. تمام. طب ده سحر تفريق. تمام. ويفرق بين اثنين زوجين. تمام. زوج وزوجه، اخ واخوه، اخت واختها، اخت كل ما اجتمع عليه اثنين وفق يعني كلام حضرتك. حينما تتخيل الزوجه شكل زوجها قبيح اسميه تخيل؟ تخيل متخيله هو الراجل شكله كويس بس هي شايفاه وحش. تمام. اكيد كده متخيله وليست هي الحقيقه. صح ولا ما هو التخيل هو نظر الشيء او مشاهده الشيء على خلاف الحقيقه. صح كده. يبقى هو تخيل. لو ان الزوج يرى زوجته هي في الاصل حسناء المظهر جميله شكلها شيك جدا ولبسها جميل في بيتها ويراها كانها شيطانه قميئه شعرها منكوش مش حلوه زي ما اتقال قبل كده يرى في اجسادها امور تشمئز له نفسه ان يرى جسد زوجته ده تخيل ولا مش تخيل؟ لو على غير الحقيقه اذا هو تخيل. طيب لو حصل وزاد التخيل هل يتم التفريق بين الزوج والزوجه؟ اكيد سيصل الى التفريق. انت سالتني السؤال حتى وان لم يتم الانفصال ولكن هم خلاص انفصلوا عن بعض او تفرقا وهم متجوزين. انت سالت سؤال وجبت نفسك عليه. تمام كده. ان سحر التفريق كلمه عامه وانا كنت عايز ازنقك فيها. لا ابدا. لا تزنوني في قول قال الله. احنا ننقل ما اخبرنا به الله عز وجل وننقل ونتكلم بما اخبرنا به النبي محمد. لا تكسب يا شيخ ابراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا هو وضع القران العجب القران. يا اخي الكريم انا من السهل عليا والله افزع المشاهد افزعه وارعبه. خلي بالكم من العالم الخفي اللي احنا بنتكلم منه. خلي بالكم من الجن والسحر موجودين. خلي بالكم من السحر المأكول والمشروب والمعلق. وادي علامات وادي اعراض على الهوى. انا عاوز اقول لك هخرج من الهوى هلاقي فيه متحجز مستنين. طيب دلوقتي في طلسم ولكن اتفضل كمل. ولكن انا بعمل حاجه اخبرنا بها القران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه. من هنا للتبعيد جزء من كل. الله يعزك. يعني ليس كل القران يشفي أن لحاجة القرآن بأكمله شفاء. تمام. القرآن ألف لام ميم بنية الشفاء واليقين تشفي. ولكن من القرآن آيات وصور معينة تخص هذا المرض. يعني لو كلمنا على الحسد لو سمعنا سورة النساء تكرارا وقرأنا المعوذتين تكرارا يخف علامات الحسد. لو تكلمنا عن القرين وعلاماته وإزالة الجسد لو سمعنا او قرانا سوره الصفات وقاف تكرارا يخف اذاء القرين. ايوه بس الناس كده هتفكر ان هو ده العلاج. لا انا بقول ايه من القران ادي صور احنا بندي شواهد اهي. لو تكلمنا عن السحر ايات من سوره طه ايات من سوره البقره خواتم الحشر خواتيم الحشر طيب كده كل دي ايات تخص السحر. على سبيل المثال سوره الجن. تعال نرجع كده سوره الجن ايه رايك فيها؟ صورة بتؤكد وجود الجن وهذا العالم بدليل أن هناك صورة تسمى صورة الجن. صح. لا يرفضها عاقل. وأطول من صورة الإنسان. صورة الإنسان قصيرة لا يرفضها عاقل. صح لا صح لا. ولكن هل في صورة اسمها صورة القرين؟ لا طبعا في بس في آيات بتقول قرين. هل في صورة في صورة القرين؟ بس في آيات. لا ما فيش صورة. ما فيش صح؟ ولكن الله عز وجل جعل القرين في صور مختلفة متعددة. التعدد بيقولوها في اللغة العربية التعدد الشيء بيسموا ايه؟ اثبات الشيء. اثبات الشيء صح لا؟ أو توكيد الشيء او تأكيد. ولا كده كلامي غلط؟ توكيد وتأكيد يعني يفهموا اغلى اللغة العربية. تمام. ان الشيخ ابراهيم بيتكلم على القرين بيدي اثبات. هو ده اثبات. اسمع. الله عز وجل اقر بان القرين موجود اداله اثبات في سورة الاعراف في سورة الصفات في سورة قاف توكيدا وتأكيدا. صح؟ طب يبقى احنا بننكر القرين ليه؟ لا ما حدش انكر قرين. لا كتير جدا. ومين اللي يقدر ينكر قرين؟ لا كتير جدا. بيقول لك ايه؟ القرين ياتي بوسواس فحسب. يا اخي الكريم انا معاك والله انه ياتي بوسواس. بس هل له دور اخر
مع وجود مادة السحر اللي بتتكلم عليها؟ لا أوضحها، يعني أنت عايز تقولي أن القرين موجود لوسوسة هو عدو للإنسان في النهاية في كل الأحوال، تمام، وفي الأصل فيه أنه هو عدو والساحر الإنسان. على الهواء والساحر المتمكن يتم إزاء الجسد الآدمي مع أنه يقرأ ويستغفر ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتمكن من إزاء هذا الشخص عن طريق قرينه، فيحول مجرى حياته من سعادة إلى شقاء ومن رجاء إلى خوف. كلام جميل كده. هو عاوز أقول لك حاجة بس أنا ليه معلومة كده بسيطة أوي هقولها لك. اتفضل، خد مني بقى السطرين دول تحت عمرك. لو أنك قوي يخف الإنسان بإرادته، يشفى الإنسان بلا جداً معالج جدا. القوة هنا يعني قوة نفسية، قوة الإنسان النفسية، إرادته، قوتك تضعفه، قوة شفت يعني اللفظ ده؟ يعني عايز تقولي إن إرادة الإنسان القوية، لا شفت اللفظ ده؟ قوة الإنسان تضعف القرين، قوتك تضعفه. صحيح، ضعفك يقويه. يقويه، ده صحيح. يا أخي الكلام ده غريب قوي، إزاي الكلام ده؟ هو أنا بإمكاني أضعف قريني أو بإمكاني أضعف مادة السحر؟ قوتك وعزيمتك ويقينك وأخذك بالأسباب الشرعية الصحيحة تضعفه وتخليه يخنس، ولكن ضعفك ووسواسك وعدم إرادتك يقوي وعدم يقينك هو استقوى عليك، لأنه هو أصلا خفي. تعرف قوته في إيه؟ في إيه بقى؟ في خفاه. قوته في خفيانه. تخيل أن الجن، شوف بقى قرين يا أخي، أن الجن بعلاماته والجن بقدراته ومادة السحر بقوته ضعيفة لدرجة أن الإنسان الآدمي يتغلب عليها. لو أنه عنده إرادة وعزيمة وقوة، قوتها في اختفائها. والسؤال إذا كان القرين يمكن أن يتم السيطرة عليه، أو الطبيعي بتاعه أنه هو مجرد شيطان للإنسان يدل على يعني عدم فعل الخيرات وفعل المنكرات وما إلى ذلك، وسواس، تمام، متى يتحرك للإيذاء المباشر؟ هل يتحرك منه لنفسه ولا لابد من محرك خارجي؟ أسمع منك الإجابة بعد خالد. خالد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. رحنا نتابع الشيخ إبراهيم شهاب من مدة كبيرة فعلا، ومن الناس فعلا الممتازة والناس اللي فعلا بنثق في كلامها. جزاك الله خير. صراحة حد محترم جدا وبيتكلم بعلمه بطريقة كويسة جدا. جزاك الله خير. انا بصراحة في حالات يعني بتحصل زي السحر والحاجات دي كلها منتشرة بطريقة صعبة جدا، لقيت في الكرة والنجوع وحاجات زي كده يعني. فهل انتشار السحر ده مثلا بسبب عدم فهم الدين، عدم فهم الواقع، حسد، غل؟ فأنا بصراحة الواحد يشوف حاجات كتير كده بتحصل لناس يعني ربنا عافينا صعبة جدا. هل الجن فعلا قدرة كبيرة أو قدرة إن هو يأثر على الإنسان بالطريقة دي في الوقت اللي ربنا عز وجل بيقول فيه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ نعم، هذا اللي أنا فاهمه، إن الشيطان أو الجن مالوش على بنادم سلطان، عشان إيه؟ ربنا عاصم الإنسان وحفظه. وصلت رسالة خالد، وصلت سؤالك. شيخنا المحترم بالإجابة يعني. بشكرك، شكرا جزيلا خالد، وسؤال مهم جدا نضيفه لسؤالنا قبل الاتصال، هو من المحرك الذي يحرك القرين كذلك؟ طب أنا ممكن بس ربنا قال برضو للجن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هجاوب عليها هنا مباشرة لمين؟ للجن. صح، ولكن سؤالنا قبل الفاصل أو قبل الاتصال كان عن من يحرك القرين. ليس لك عليهم سلطان، ده الكلام ده لمين؟ للجن. أمال مين؟ للشيطان. للشيطان. ثم ترجع لسورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أني دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي. هنا هذه الآية تشير بأن الشيطان ليس له سلطان على الإنسان طالما هو مع الدين، مع الاستغفار. بس انا هل ممكن اخطا؟ وارد ان اخطا طبعا. لا احد معصوم اخطا. يعني هنا السلطان مشروطه بقوتك، هنا بدينك، بعزيمتك، بس هل انا اخطات؟ وارد ان اخطا يا اخي، من منا لم يخطئ؟ طب الشق الثاني من السؤال، الشق الثاني، من الذي يحرك القرين للايذاء المباشر؟
هنا القرين عشان معايا صديق بس طيب. بس بعد ما تجاوب هنا القرين له شقين عبارة كده في ثلاث دقايق. القرين ممكن يتحرك من إيذاء نفسه للجسد الآدمي دون محرك أو دون تأثير خارجي بمعنى مخالفات شرعية أقوم بفعلها أو تقوم الفتاة أو المتزوجة بفعلها. لم أذكر فعل هذه الأشياء ولكن نبذة مختصرة عنها. النوم على البطن للنساء أو الفتيات دي مصيبة كبيرة جدا. الاغتسال ليلا دي مصيبة كبيرة جدا. سماع الأغاني باستمرار دي مصيبة كبيرة جدا. إن أنا ألعب السوشيال ميديا كتير جدا قبل ما أنام دي الفتيات بالذات دي مصيبة كبيرة جدا. وغيرها من المخالفات يتعرض إلي شيء اسمه الجاسوم. فلما يأتي الجاسوم يحرك القرين فيؤذي الجسد الأدمي. والمذيع المشهور اللي كلمنا قبل كده برضك عليه انه قال لو عايز تشوف قرينك اعمل كذا كذا داخل الحمام وزاعه طلسم. وزاعه طلسم ده هو اذى انا اذيت نفسي بنفسي دون استدعاء او دون تاثير خارجي. ولكن هل القرين وطلسم استدعاء القرين سهل ومتاح جدا. ولكن حضرتك بتنصح بده؟ ابدا استغفر الله بيني وبين الله عز وجل ان اتكلم عن هذه المخالفات وأنصح وأقول لكل فتاة وكل شاب وكل امرأة ابعدوا عن أمرين. الأمر الأول هو كتاب شمس المعارف الذي هو متداول الكارثي متداول على السوشيال ميديا خلاص خلاص مش عايزين نزيعه كلام جميل يعني. كده الأمر الثاني هو أمور يعني في واحد أنا عندي حب فضول أخش وأقرا في العالم الآخر ده راح سكة اللي يروح ما يرجعش واللي قرأ ده كده في راح. المجال ده كتير بدون وعي بدون علم سكة اللي يروح أذى نفسه بنفسه طبعا. طيب طبعا. هل القرين ممكن أن يخرب بيت عامر أن يفرق زوجة أن يمنع إنجاب أو يمنع تعطيل العمل أو الرزق يقدر؟ طبعا. بس إذا أخذ القرين أمر تكليف من الساحر أخذ صديق حاضر وارجع أكمل مع حضرتك هذه الجزئية. صديق اتفضل. السلام عليكم يا أستاذ هاني. أهلا بيك يا أستاذ صديق. صحتك فضيلة الشيخ شهاب. أهلا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنشكرك جدا يا أستاذ هاني قلت فضيلة الشيخ على تنوير الناس شكرك. الأمور دي. أشكرك يا أستاذ. عايشين في متاهات والله من ناحية الأمور الوحشة دي أوي. يغفر الله لي ولك. طب ليا سؤال عند فضيلة الشيخ شهاب بعد إذنك. مع حضرتك. اتفضل. فضيلة الشيخ شهاب هو اللي بيعمل سحر ده فضيلة الشيخ بيقعد سنوات متعددة وبعد كده حتى لو اللي عامل السحر ده مات بيستمر السحر بعد كده؟ تمام بيستمر. انا عشت فترات طويله بعد الناس اللي كنت انا شاكك ان هم عاملين لي الناس دي يعني انتقلت برحمه الله مش هقول عليهم حاجه بيستمر السحر بالفعل. ده سؤال مهم. عملوا عزيه جامده قوي 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 وربنا عمل نهايتهم وحشه ولكن مستمر الاطهار كما هي. ده سؤال مهم والله بحييك عليه يا صديق. فضلت الاستاذ شاب بس بعد اذنك كان بيتجدد اول باول في زهد رهيب كسل غير مسبوق وعايا من حاجه لحاجه ونروح عند الدكاتره مفيش اي حاجه عندنا. طيب فلعل وعسى نسمع اجابه شفافيه. حاضر الله يشكرك صديق شكرا جزيلا. ووجهنا للعلاج ازاي كان عند حضرته او في اي بشكرك شكرا صديق. هو طرح سؤال غايه في الاهميه. هو فلان ده ساحر تمام وعمل اسحار لسين وصاد وعين تمام الساحر مات تمام انتهى السحر؟ لا ما انتهاش. طيب اللي اتعمل لهم سحر ماتوا هل السحر يورث؟ السؤال ده للمره الثانيه بسال حضرتك. هو السؤال ده للمره الثانيه واتسال لي بالفعل بعد تمام. الحلقه بتاعت ساعتك المره اللي فاتت. يا شيخ ابراهيم انت قلت السحر لا يورث لا يورث ومنين عليه قلت السحر اصلا لا يورث؟ طب انا بفعل انا ماذيه وابني عنده شبيه الاذى بتاعي وبنت عندها شبيه الاذى بتاعي اذا السحر يورث؟ لا السحر لا يورث. امال ايه التشابه اللي بينهم ده بتفسره بايه؟ انا بس هرد على الرد الاول من السنه. اتفضل. هل لما سحر النبي محمد ورث السحر لسيده فاطمه؟ لم يثبت ذلك. ورث السحر لسيده عائشه؟ لم يثبت ذلك. ليه؟ ما سحر لم النبي يثبت. وكانوا عايشين مع النبي محمد. ولكن هنا في اختلاف. القرين. تاني القرين. يا دي القرين وسنين القرين. ماشي. القرين يأذي أطراف أسرتي حتى يكرهونني؟ هل لو أنا مأذية بسحر وقرين يتمكن من إيذائي في أحلامي وكوابيسي وعلامات زرقاء في جسمي وتسخط الشعر بطوله وخلافات زي هذه من هذا القبيل هل بنتي ممكن تحلم بأحلام وكوابيس معينة؟ بس هل البنت مسحورة؟ لا.
والدي الكوش مسحوره. بس هل تعرض لي ازاها؟ اه لو انا عايز ضرك اضرك في نفسك ولا في حبيبه؟ اكيد في الابناء بتبقى اكتر مش فيك صح. انا احصلك على مين؟ ربنا يحفظها يا رب ويبارك لك في عمرها. اضرك في مين؟ اكيد في الابناء. الابناء بيبقى اكتر صح. فاكر لما قلت لك ان الابناء والصغار ممكن يرون ما لا يرونه الكبار؟ صحيح. مع ان ممكن الاذى في المكان او الاذى في الاشخاص الكبار. دول لسه مكشوف عنهم الحجاب. هم لسه الحجب مكشوفه يعني. جات لي حاله من اسكندريه تقول لي يا شيخ ابراهيم انا عندي اطفال بيشوفوا حاجات غريبه جدا جدا في البيت وشياطين وحد ماسك كينه وشعره طويل وحد طويل قوي اسمر. قلت لها صح بس اركني الاطفال على جنب وتعلم دي. طب انا مالي انا زي الفل ما اتاثرش بحاجه. لما قرئ عليها القران ماذا حدث؟ عليها هي الست نفسها. عليها هي مش على الاولاد اللي هم بيرون. تحولت الفتاة المصلية حافظة القرآن أو بتتلو القرآن إلى شيء ملموس أمام زوجها وأمام أسرتها أنها تصوت وتقول كلمات غير مفهومة وهي لا تسمع. لا هي تسمع وترى وحاسة بس في قوة غير قوتها بتدفعها لهذه الكلمات وهي مش عارفة تقفل بقها. يعني واعية. واعية. في الموسم اللي فات انت قلت لي يا شيخ ابراهيم هل يجوز ان الفتاه او البنت او المراه انا اسف تغيب عن الوعي؟ اقول لك ابدا. طب ما انت جات لك رساله مره وبعتها لي قلت لي يا شيخ ابراهيم اسمع الرساله دي بتقول انا بتكلم كلمات انجليزي وانا جاهله اصلا لا ارى ولا اتكلم لا اقرا ولا اكتب حتى وتتكلم بانجليزي اللغه سليمه بالظبط لغه سليمه كانها دارسه بقالها سنين. قلت لك صح بس ده خطا مين؟ خطأ المعالج اللي بيعالج. طب خطأه في ايه؟ ما كان بيقرأ القرآن جزاك الله خيرا يعني ما عملش حاجة غلط. ما هو المشكلة قبل ما يقرأ القرآن كان سمع وفهم وشخص وقال لي هذه الفتاة وهذه المرأة انت بتحس بواحد اتنين اربعة خمسة صح؟ طيب انا هقرأ القرآن واشوف. لما يقرأ القرآن ويحس ان صوت بدأ يتعوج لازم يشد الأذى عليها بالكلمات. يشد عليها. انا في حاجات كتير جدا لما بتقعد قدامي تبقى قاعده بره في الريسبشن بره وقاعده زي الفل بتاكل وبتشرب بتتفرج على حلقات دقيقه ظرف في الريسبشن عندي وفي الاخر لما تخش عندي تعمل ازاي؟ اتكلم. مش قادر اتكلم لسه جوز. طب انت كنت قاعده بتتكلم بره مسلك قد كده بره اشمعنى دخلت يا شيخ ساكت؟ طب يا حاجه انا بقى ممكن تكون حاجه نفسيه بس انا بس يا حاجه لو ما اتكلمتيش وفهمت فيك ايه مع السلامه روحي ما فيش دور معايا. جوز يقول لي بالراحه يا شيخ ابراهيم عليها انت متعصب كده ليه؟ ان هذا المجال لو ما فيش من الشديه فيه مش بالرحمه الرحمه من الشديه. انت لما تعلم ابنك بالشديه انت بترحمه ولا بتعذبه؟ بتفهمه الخطا من الصواب. التعنيف مطلوب والرفق ايضا مطلوب ولكن التعنيف موجود لو ان هذه الفتاه مرت بجميع المعالجين او معظمهم وثبتوا في عقلها بان الجن يقفل بؤك امام المعالج. كده نفسيا خلاص هي اتدمرت. بس سؤالي بقى انت لما بتعنف او بتبقى كده بتخوفها هي ولا بتخوف القرين بتاعها؟ بخوفها هي. هي مش القرين؟ هو يا اخي الكريم مش القرين شايفني؟ طبعا وحاسس بيك وسامعك وممكن يكون عارف انت عايز تعمل لما لا عندك شيء من العلم شيء من العلم وفصاحه في الكلام ومدرك ماذا تفعل هيقول لك الراجل ده بيفهم انا ابعد عنه شويه خليني اعرف انا امشي بعيد عنه بدل ما ياذيني. ما هو في الاصل جن. ولا انا بقى اجي زي المشايخ الطيبين يخنقوا الانسان بحجه ان الجن جواهم ولا ماده السحر جوه جسمك فاشرب لي مسك. ليه اشرب ايه يا فندم؟ مسك. والله انت بتستغرب ليه؟ لا انا مضطر في الحلقه بقى. انا مضطر في الحلقه. ايه في الحلقه؟ في ناس بتعمل كده فعلا؟ في ناس بتدي الناس ترياء وحنضل وحب الملوك ويشربوا مسك ويشربوا سفن على مون على شطه عشان ياثروا على الجن الداخلي جوه المعده فيؤدي الى استفراغ فينزل ماده السحر. سؤال الحلقه القادمه. اتفضل. التليفون ده يقدر جن ياخده من دلوقتي ويوديه المكتب بره؟ اسال السؤال ارد على السؤال ولا يعني في اجابه مقتضبه ونكملها الحلقه الجايه. طيب انت بالفعل اخذت هادف المحمول من مكانه ودخلته في المكتب وجيت قعدت في مكانك تاني وانت لا تدري ماذا تفعل؟
يعني مش الجن اللي هياخده؟ انت ايدك. لا ده كده كده احنا هنخش في خلاف من اولها. ليه؟ ليه هو الجن غير قادر ان هو ياخد المحمول ده ويدخله المكتب جوه؟ الجن وادخل الاقيه جوه في المكتب؟ من قدرات الجن ان يفعل الشيء كل شيء بإرادة الإنسان. كده احنا الحلقة الجاية الدليل قبل ما استعد بقى الحلقة الجاية. لا استنى بقى الدليل. استعد بقى الحلقة الجاية. طب اقول دليل؟ اتفضل. قالت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعل الشيء ولم يفعله. تمام. كأنه كأنه فعل الشيء ولم يفعله. يعني ايه؟ طب ما ده تخيل. ايه؟ ده ممكن يعني يندرج تحت التخيل. بس مش جن؟ لا بس معلش يعني انا ساكت اهو معلش انا ساكت يعني انت عايز تقول لي انا هقول لك كلمتين انت عايز تقول لي ان الجن اللي كان سيدنا سليمان بيكلفه تكليفات وواحد منهم يروح مش عارف ايه حتى في يعني حادثه شهيره وقصه شهيره بتاعت الراجل اللي كان موجود في 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 بلده ما ونزل ملك الموت يزور سيدنا سليمان وجد الراجل ده فقال انا امرت ان اقبض روحه في الهند تمام اتاري كان جاي يقول لسيدنا سليمان ممكن ان تسخر لي جن ان يذهب بي الى الهند انا ما اعرفش ما مدى صحه هذه الروايه يعني صح صحيح ولكن ما زعلش مني طب هو كده الجن الجن هياخده ودي الهند فعلا طب بس ده امر لمين سيدنا سليمان بس مش دعنا بيه بس هل الجن يخليك تشيل الشيء دوت وتلغيه لا انا بشيل الشيء بايديا واخفيه في مكان وينساني الشيطان او قريني ماذا فعلت حتى يتوه ويخرب بيتي بافعال انا في غنى عنها الحلقه القادمه بفضل الله ستكون مثيره وقمه الاثاره قد يكون هناك سجال ومباراه بيني وبين الشيخ ابراهيم شهاب امثل فيها الفريق الغائب ويمثل هو الفريق الحاضر حول قدره الجن من عدم قدرته وقدرات الجن المختلفه وهل يستطيع الجن فعل اشياء يمكن ان تكون من الخارقه بمكان كل هذا واكثر في الحلقه القادمه هنشوف انا هكسبك الحكم هو الجمهور ماشي انا موافق انا موافق انا موافق والكنترول هيصفروا لنا بقى تمام انا موافق بشكر فضيله الشيخ ابراهيم شهاب شكرا جزيلا على هذا الله لك ايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه يتجدد بكم اللقاء والحلقه القادمه في مثل هذا الموعد الى داء إتزار في الاحد القادم لكم مني كل التحيه والى اللقاء وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاني الدبان يحييكم الى اللقاء وعدا كبرت هنطلع من جسمك عفاريت وبخروش معادا كبرت هنطلع من جسمك عفاريت دشطن مولع في البيت نار يبقى انت اكيد محتاج لك زار